أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الأدبي مدارس النجم الساطع، تحية طيبة. وبعد هنشوف مع بعض النهاردة درس عن السلاسل الزمنية. احنا كنا خدنا قبل كده السلاسل الزمنية وعرفناها اللي هي علاقة ما بين الزمن والظاهرة. المتغير التابع هو الظاهرة والمتغير المستقل هو الزمن. وكنا خدنا طريقة اللي هي طريقة باستخدام الرسم اللي هي طريقة التمهيد اليدوي. النهاردة بقى هناخد طريقة أشباه المتوسطات علشان نشرح بيها ازاي نقدر نجيب معادلة الخط الاتجاهي او المعادلة الاتجاهية للسلسلة الزمنية. عشان نجيب معادلة الخط الاتجاهي للسلسلة الزمنية، اول حاجة بقسم السلسلة الى نصفين. بقسم السلسلة الى نصفين، ده يستدعي ان تكون عندي عدد الخانات زوجي. لو كانت فردي هنقول بعد شوية نعمل فيها ايه. تمام، نمسك الاول لما يكون عدد القيم زوجي او 2 4 6 8 10. اول خطوة بقسم السلسلة الى نصفين، يعني بروح جاي كده. قاسم السلسلة الى نصفين، النصف الاول بكتب له السنة السنة بتاعته والظاهرة صاد، والنص الثاني بكتب السنة وقيمة الظاهرة صاد. عندنا هنا 10، 1 2 3 4 5 6 8 10، بقسمهم 5 في اليمين و5 في اليسار. السنة الأولانية 1980، 1981، 1982، 1983، 1984. قيم الظاهرة اللي عندي 3 7 9 10 13. النص الثاني بدءا من عام 1985، 1986، 1987، 1988، 1989. ساعتها القيم الظاهرة 12 15 18 20 20. كل اللي مطلوب مننا الخطوه الثانيه. يبقى احنا عملنا الخطوه الاولى قسمناها الى نصين، هنجيب الوسط الحسابي لكل نص. يعني النص الاولاني ده لما اجمع القيم بتاعته 10 19 29 32 42 يبقى وسط النصف الاول اللي احنا رمزنا له بالرمز ميم واحد متوسط الجزء الاول يساوي 42 اللي هو المجموع على عددهم 1 2 3 4 5 يطلع 10 عفوا 8.4. ادي اول وسط. وسط الثاني نجمع دول 12 27 35 45 85 مجموعهم، ويبقى وسط النصف الثاني اللي هو ميم 2 يساوي 85 على 5 تطلع ب 17. يبقى طلعنا وسط النصف الاول وسط النصف ايه الثاني. عشان اجيب ميل خط الاتجاه او المنحنى اللي عندي اروح قاسم فرق الاوساط على فرق السنوات. بس لما اخد سنتين متقابلتين، يعني ممكن اخد السنتين اللي في المنتصف هنا وهنا، او اخد السنتين الاولين، المهم يكونوا سنتين متقابلتين. الوسط الاولاني كم؟ اللي هو الثاني ميم 2 ناقص ميم 1 17 ناقص 8.4 على الفرق بين السنتين
1987 ناقص 1982. لما نعمل دي باستخدام الآلة 8.6 تطلع 8.6 على 5 تبقى فيها 1.36 يبقى فيها 7 فيها 2 1.2 وايه و70 يبقى ميل الخط الاتجاه بكام؟ 72. المعادله اجيبها ازاي بقى؟ المعادله الاتجاهيه، معادله خط الاتجاه او المعادله الاتجاهيه للسلسله الزمنيه اللي عندي اكتبها كده صاد يساوي، اكتب الميل اللي عندي اللي هو كام؟ 1.72 واضربه في سين زائد الوسط الاول. مين الوسط الاول؟ اللي هو الوسط بتاع الجزء الاول اللي هو 42 ميم 1 بكام؟ 8.4. طب لو حبيت اغير هتبقى بالعكس، هتبقى صاد بتساوي، يعني لو خدت الوسط الثاني الاول 1.72 مضروبه في سين زائد الوسط الثاني كام؟ اللي هو 17. ده كده لو خدت هنا اللي فوق ديت باعتبار اي فين السنه الوسطانيه هنا؟ 1982. سنه 1982 نقطه اساس، والمده الزمنيه سنه. طب واللي تحت ديت تبقى باعتبار اي سنه؟ سنه اساس 1900 اللي هي في الوسط هنا 1987 اساس سنه اساس، والمده او الوحده الزمنيه سنه. بنحسب على كل ايه؟ سنه. طب كده احنا جبنا طريقه اشباه المتوسطات لما يكون عدد القيم زوجي. طب فلنفترض عدد القيم فردي ولا حاجه، برضه هقسم نصين. طب ازاي نصين اذا كانوا هم عددهم فردي؟ هلغي الخانه الوسطى. يعني مثلا لو خدنا الجدول ده من غير اخر قيمه عندنا كم قيمه؟ 1 2 3 4، وهنا 1 2 3 4، يبقى هنلغي الخانه اللي في الوسط ديت، ما اكتبهاش خالص في الجدول. تمام، نحاول نكتبها كده، نكتب الجدول والقيم اللي بعد كده هتبقى سهله. للجدول السابق او للسلسله السابقه من سنة 1980 ل 1988 للسلسلة السابقة من عام 80 إلى 88 فقط، 89 لا مش هاخدها، أوجد المعادلة الاتجاهية. ساعتها أروح مقسم كده إلى كام؟ أقسم الجدول اللي عندي أو السلسلة الزمنية اللي عندي إلى نصفين. النصف الأول أحط هنا السنة وهنا الظاهرة صاد، السنة والظاهرة صاد. أول سنة 80، 81، 82، 83، واقف لغاية كده، ومن ناحية 84 هنلغيها قلنا، وهنا سنة 85، 86، 87، 88 تبقى آخر إيه؟ سنة. قيم الظاهرة 3
سبعة تسعة عشرة. قيم الظاهرة في الناحية الثانية 15 آسف 12 15 18 20. ونعمل نفس الخطوات اللي عملناها، مش هنغير أي حاجة، نفس الخطوات اللي عملناها في الجدول السابق هنعملها تاني. هنجيب وسط النصف الأول، وسط النصف الثاني من خط الاتجاه، وبعدين بعد كده نجيب المعادلة الاتجاهية سواء بالبداية أو بالنهاية باعتبار نقطة المنتصف. تمام؟ إذا حصل بقى إن هو سألني، طيب إحنا بنجيب خط الاتجاه أو معادلة خط الاتجاه دي ليه؟ علشان نقدر نقدر قيمة المتغير أو قيمة الظاهرة بعد عدد من السنين. يعني مثلا على سبيل المثال، بص هنا في المثال اللي احنا حليناه ده، بلاش اللي احنا محليناهوش، لو جه قال لي ثم قدر، ثم قدر قيمة صاد عام 2000. عام 2000 مش موجود عندي في الجدول خالص في السلسلة الزمنية، امال اعمل ايه؟ ولا حاجة، أجيب قيمة سنة 2000 أطرح منها سنة الأساس. سنة الأساس عندي كام؟ 1982. أروح جاي كده قيمة سين سنة 2000 تساوي السنة اللي عندي أطرح منها سنة الأساس اللي هي 1982. يعني تطلع السين بكام؟ ب 18. واروح معوض في المعادله اللي انا جبتها عن قيمه السين بكام؟ ب 18. ويبقى ساعتها صاد اللي هي الظاهره اللي عندي 1.72 مضروبه في السين ب 18 زائد 8.4، ونطلع قيمه الظاهره باستخدام الناتج دوت. تمام؟ طب اذا فرض ان انا حبيت اتكلم عن المعادله الثانيه، ولا حاجه، هطرح ديت مش كده 1987، هطرحها من كام؟ من 2000، تطلع 13. يبقى السين بكام؟ ب 13. وعوض في المعادله الثانيه ديت، ولما تعوض في المعادلتين مع بعض بالقيمتين هتلاقي نفس الناتج تقريبا، يختلف في التقريب فقط لا غير. ده طريقة أشباه المتوسطات، أعتقد إن هي ما فيهاش أي مشكلة. مرة جاية بأمر الله هنتكلم في طريقة اللي هي الأكثر شيوعا والأكثر استخداما في كل شيء، اللي هي طريقة المربعات الصغرى. طريقة المربعات الصغرى اسمها مش غريب علينا، كنا خدناه في الباب الأول لما خدنا معادلة انحدار صاد على سين. طريقة المربعات الصغرى اللي هي كان القانون بتاعي بيقول ألف وباء، ألف كانت بتساوي نون مج سين صاد ناقص مج سين مج صاد على نون مج سين تربيع ناقص مج سين الكل تربيع مقسومة على 2. إن شاء الله نتكلم عنها في المرة القادمة. المفروض مطلوب من حضراتكم تحلوا لنا الواجب الآتي رقم 1 و2 و3، صفحة 83، وإن شاء الله نتمنى إن كنتوا تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله إلى اللقاء في مرة قادمة بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله.